إعفاءات أمريكية تستثني مناطق شمال شرق سوريا من العقوبات المتعلقة بالاستثمار. ترخيص أمريكي سيصدر خلال الأيام المقبلة يسمح ببعض الاستثمار الأجنبي في تلك المنطقة دون خضوعها لقيود العقوبات، خطوة بررتها وزارة الخزانة الأمريكية بأنها تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في منطقة كان يسيطر عليها تنظيم داعش سابقا، ولقطع الطريق لعودته مرة أخرى. الترخيص الأمريكي حسب وزارة الخزانة يسمح ببعض النشاط الاقتصادي في عدة قطاعات بما في ذلك الزراعة وأعمال إعادة الإعمار والتمويل والخدمات الصحية. مسؤولون أمريكيون أشاروا إلى اهتمام بعض الشركات الخاصة للعمل في بعض المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية والمحررة من داعش. وأكد المسؤولون الأمريكيون أن الترخيص لا يسمح بأي نشاط مع الحكومة السورية ولا يغير أي من عقوبات مكافحة الإرهاب القائمة. وتعتبر مناطق شمال شرق سوريا والمتاخمة لتركيا والعراق منبعا أساسيا للنفط، كما تحتوي على أراض زراعية يغذيها نهر الفرات. ويرى مراقبون في الخطوة الأمريكية بأنها ستسمح مستقبلا بعودة السوريين الذين تركوا بلادهم بسبب الحرب.